بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هاني صقر مرة ثانية في التسجيل الجزء الثاني الخاص بالريزيدنسي Constants and Variables in US Education System. تاريخ اليوم 27 ديسمبر 2015. إن شاء الله نبدأ مباشرة. مررنا بالPhD Route، إن شاء الله نتحدث عن الريزيدنسي Route. فمنكم من يتذكر، وكما ذكرت التأكيد على هذه المحاضرة ليس في عمل مختصر لما سبق، فالمفترض أن الناس تستمع إلى الفيديوهات القديمة إذا أرادت المزيد من المعلومات. نلقي الضوء على الطرق ربما تبدو للبعض جديدة وبعض الناس لا يعلمها، ربما بعض الناس شاهدها بالفعل لغيري على موقع إمتار، ففي الإعادة إفادة. Residency Route بيوجد ثلاثة مجموعات من البشر يتنافسون على Residency Spots in. والريزيدنسي هي ليست وظيفة، هي training program. They pay you money to train you. يعني أيا كان نوع النيابة، pathology and radiology and related kind of services أو clinician bedside related services like internal medicine, surgery, etc. فهناك ثلاثة نماذج من البشر يتنافسون على residency spots أو residency training programs offered by the GME. الـ US Medical Grads اللي هم الـ US Citizens المتخرجين من مدارس أمريكية، الكاريبيانز، وأعني بالكاريبيانز قسمين، قسم الأمريكا اللاتينية وأي طالب ليس حاصلا على الجنسية الأمريكية، أو بعض الطلاب من الأمريكان، الله أعلم أعدادهم في تزايد. وأنا ذكرت هذه النقطة عندما بدأت المحاضرات الحديث عن الـ Alternative Routes، فأعدادهم في تزايد. من لا يستطيع دخول الكلية الطب الأمريكية بسبب ارتفاع التكاليف المصاريف، أو أنه كان الإمكات سكور، أو he didn't pass the oral exam، لهم متطلبات معينة لدخول الميديكال سكول. فإف they could not fulfill it they joined the Caribbean. السبب الآخر اللي ذكرته سابقا أنهم بيباي باس الكوليج، فمن الهاي سكول مباشرة يستطيع أن يدخل على الكاريبيان مثل كليات الطب الموجودة في البلاد العربية. والقسم الثالث نحن الـ International Medical Graduates أو الـ IMGs، وكما تعودتم اللون الأزرق الثابت واللون الأحمر المتغيرات. فهذه الثلاثة نماذج من البشر المتخرجين من كلية الطب والأمريكان أو الكاريبيانز الأمريكان أو غيرهم، ونحن نقوم بإعداد الباكيج أيضا كما للـ PhD باكيج للـ Residency باكيج. وهي أيضا بالأهمية scores، يعني I cannot stress enough how important scores became lately. يعني you have weak scores يعني you have to reconsider this route. Scores أقل من 220 يعني أنت تخاطر كثيرا، ربما يفوتك ماتش واثنين قبل أن يحصل ماتش، إلا إذا، وهذه أشياء نذكرها exceptions في المتغيرات. فscores have to be high scores. Clerkships أفضل من observerships، عليكم تلاحظون هنا clerkships observerships. Observership أصبحت الآن قيمتها متناقصة جدا، يعني بعض الشباب عشرات الأسئلة أيضا تسأل عن الكليركشيب والأبزيرفرشيب، وأنا غيري قام بشرح هذا شرحا مفصلا على الإمتار كما أعلم. ولكن الفرق لمن لا يعلم الفرق بين الأبزيرفرشيب، أبزيرفرشيب أنت تطلب من جامعة أنك تأتي فقط تشاهد ما يصنعون، فthere is no hands on، لن يسمح لك أنك تمس عيان، إلى جانب أن قيمتها تصبحت في تضاؤل. حتى لو هيعطوك letters of recommendation it's just he came and he did some observership he watched us doing this، it's very of little value nowadays. أنا أنصح الناس أنه يقضي فترة من الامتياز، وهذا ما يسمى clerkship، أنك تنقل فترة من الامتياز تبعك في جامعات أمريكية، هذه على الأقل ربما يسمح لك أنك تجمع patient data ربما في بعض. طبعا هم لن يسمحوا لك، خاصة إذا لم تكن حاصل على step 1 USMLE، أن تمد يدك على المريض، لكن إذا معك ربما يسمحون لك في بعض المشافي وفي بعض التخصصات دون معظمها. فالكليركشيب هي اللي I wanna stress on more، يعني أنصح جميع الشباب أنه يركز على أنه يأتي بكليركشيب. وبعض الشباب ذكر لي أن أصبحت هناك شركات تأخذ فيز في مقابل أنهم يعطون الكليركشيب. يعني أيا كان، كما ذكرت ليس غرضي أن أشرح هذا، ولكن أنا أوضح وأعيد ترتيب أهمية الباكيج آيتمز، scores ثم clerkships ويليها observerships حتى letters of recommendation. I should have put it more receding. يعني letters of recommendation من أساتذة أمريكان لها قيمة كبيرة، فالإنسان يحرص على هذا، وهذا ما توفره لك clerkship أو observership، وإن كان أنصح بالclerkship أو more. And research
وعلى الناس تاخد it lightly. صدقني اذا كنت تريد انك تحصل على ريزيدنسي، كل الامريكان كما ذكرت في الفيديو السابق تدربوا منذ الهاي سكول انهم يقوموا بابحاث، سواء كان ينشرون منها abstracts او ينشرون research articles. فريسيرش is something like يعني American program directors you cannot just imagine you did not do any research. يعني هذا اصبح الان في مكون رئيسي من صلب العملية التعليمية في الهاي سكولز اند كولجز. ف he's expecting you to do or expecting at least the applicants to do some research. وكما ذكرت الريسيرش means you published something, an abstract, a poster that you took to a conference, etc. لا داعي للإعادة. فهذا هو التغيير الأول، أن أصبح النظر لمكونات للباكيج تغيرت. فأهم شيء الآن السكورز، ولعل من المناسب أن أذكر أو نجعلها هنا لما تحدث في المستطيل الأسفل أفضل يعني. فهذا هو الباكيج. بعد أن يقوم جميع هذه الطوائف الثلاثة بتحضير الباكيج، كله يشارك في الماتش NRMB National Residency Match Program، وطبعا الخطوات معروفة. ثم اللي بيقبل في الماتش بيحصل على ريزيدنسي، ومن الريزيدنسي فيلوشيبس، وان كان في استثناءات لهذا. بعض الشباب وخاصة اخواننا السوريون لا يقومون مباشرة بالقفز من الريزيدنسي للفيلوشيب، لكن ما شاء الله عندهم طريقة بديعة للحصول على جرين كارد لو كان مثلا على جي 1 او اتش 1 بعد ما بيخلص ريزيدنسي. خاصة يعني هناك تخصصات تسمح بهذا دون اخرى مثل الانترنال ميديسن، يقوم بعمل سنتين General Hospitalist، فمن Residency إلى Private Practice immediately. يعني he can do this. They will offer him a green card. وكثير من الشباب ما شاء الله السوريون وغيرهم يعني يقومون بهذا بعد ما انتهي من Residency. 2 years he is working as an attending, sign out cases and seeing patients للحصول على green card. ثم ربما يعود ليسوي فيلوشيب او لا يعود، هذا ترجع اليه يعني. فليست هذه قاعده مضطرده. ثم بعد الفيلوشيب الانسان يبدا يبحث عن وظائف او تينو تراك بوزيشنز اسوشيت اسيستنت ثم بروفيسور. ما هي التغيرات او الاشياء المستطرأة على الريزيدنسي؟ كما تعلمون والجميع يعلم، وقام غيري بوضع بعض الاحصائيات ربما من سنه او سنتين على امتار، لكن هي احصائيات valid. إن عدد الخريجين الأمريكان يكثر، عدد الكاريبيان يكثر، الوظائف المتاحة لا تكاد تكون تزداد، يعني إن كان هناك زيادة في عدد الـ residency slots فهي زيادة لا تكاد تتعدى 5% بالنسبة، وليست كافية لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة جدا من خريجي كلية الطب التي تزداد في كل سنة. فكل سنة هناك خريجي من كلية الطب لا يجدون وظائف. فهذا عامل أصبح للأسف الآن يجعل الريزيدنسي بروجرامز يفضلون أكثر أو على يعني أقل يحابون، لأن هذا بلدهم، يحابون أبناء جنسهم ممن هم حاصلون على الجنسية الأمريكية أو معه على الأقل جرين كارد. فمع جرين كارد أو سيتيزنشيب this is gonna make things easier compared to others. فما تغير أنا ذكرته في 1-2-3 نقاط هنا. الباكيج، لابد أن ننظر بعين الاعتبار وبعين مختلفة إلى الباكيج من حيث ترتيب الأولوية، ومن حيث شيء أيضا لا أعرف إذا كان المفترض أن الناس يعلمون هذا الآن. grad year كان زمان يسمح ب 10 years، يعني أنت تخرجت في 2005 وتريد أن تقديم على نيابات في 2015 مسموح بهذا، أو بعض أو كثير من البروجرامز they are not gonna make a big deal out of this or a big issue out of it. يعني هذا الكلام قديم، لكن الآن للأسف أنا حطيت علامة إكس حمراء لهذا، هذا انتهى. يعني it's very rare they are gonna accept you if you are an old graduate. بيسمونا الآن old graduate. فما رأيته الآن إنهم يفضلون fresh graduates whether American or not. I'm talking in general. فthey prefer fresh graduates 1-5 years at maximum. كثير جدا جدا من البروغرامز more than 5 years they are not gonna look at you. وهذا شيء يبدو أن أتوقف لحظة لأذكره. هناك نظام تصفية وسبر لأعداد المتقدمين للريزيدنسي، فهو عنده نظام فلترينج. هذا فلترينج سيستم يضع في هذا الفلترينج هي 3,000 or 4,000 applicants. فبيشترط أنا أريد اللي حاصل على 250 في step 1 250 step 2 passing CS from the first attempt a fresh graduate. فبعد هذه الشروط التي يضعها البروجرام دايركتورز a lot of candidates even good ones they are not gonna be qualified. يعني ربما انت تكون انسان جيد جدا ممتاز
ومستواك العلمي ممتاز وحصلت على نيابة في البلاد وسويت نيابة في البلاد وإلى آخره، ولكن سبحان الله لأن وضع filtering you are below the levels required so the filtering is kicking you out. فما لم يكن عندك connections أو you know a professor that's gonna talk to the program director directly and tell him please look at the application of this applicant, he is a very good candidate, please look at him, no one is gonna look at you. هذا هو الحادث الآن، هذا هو الحاصل. If you are an old graduate with good scores, you may not be or you may not get a chance to pass above the filter. The filter will kick you out. فلابد أن الإنسان يدركون هذا. كون الإنسان رسب في CSS مرة أو مرتين، this is a very big red flag. More than 5 years from graduation from the medical school, this is a big red flag. فكلما وأنا لا أقول red flag، بعض الناس يفهم أنه خلاص انتهى الطريق، الطريق مسدود. أنا لا أقول هذا ولم أقول هذا أبدا. أنا أقول أن كلما ازدادت أعداد الـ red flags اللي موجودة في الابليكيشن، أنت تجعل الفرق، أنت كلما تضيف red flag you are decreasing and decreasing your chances of getting acceptance or at least getting your application to be reviewed by the program director. لأن ببساطة شديدة وكل الناس يعلمون هذا أو من لا يعلم أنا أعلمه، البروجرام دايركتور لا يقوم بمراجعة 1000 أو 2000 applicant. هو يعطي الكريتيريا تبعه للسكرتيرة وتقوم السكرتارية بتصفية هؤلاء، يضع لها شروطا محددة، يقول لها أنا لا أريد أن 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 نعطي انترفيو لكذا وكذا وكذا، من يحق لهم الانترفيو؟ هؤلاء الحديث التخرج كما ذكرت. ثم من هؤلاء بعد أن يتم تصفية هؤلاء يختار منهم من سيعطيه الانترفيو. فأصبح الأمر صعبا جدا 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 عن ذي قبل. فستة العشر سنوات old graduation it's a red flag making your chances very low. Letters of recommendation يفضل بل يستحب أن تكون من US Americans، سواء كان قضيت معهم clerkship، سواء قضيت معهم unpaid research assistant in their lab for a while، ولكن هذا يساعد جدا. فحاول الإنسان يحاول أن يأخذ بالأسباب ويحصل على letters of recommendation from US attendings أو US investigators أو scientists. الكليركشيب كما ذكرت أهم من الأوبزيرفرشيب، يعني الإنسان لا يضيع وقته في أوبزيرفرشيب قيمتها قليلة وضعيفة، يحاول أن يحصل على كليركشيب. وكما علمت أن الأفضل أن تكون قد أخذت ستيب 1، هذا يفضل، لكن ربما بعض الناس يجدون كليركشيب without ستيب 1، لكن يفضل أنك أو غالب 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 ما سمعته أنهم لا يعطون بسهولة الكليركشيب لمن ليس حاصلا على ستيب 1. ثم الريسيرش وذكرنا هذا، ويعني أنا أنوه وأهيب بالإخوة بجميع من يسمعني، يعني don't take this lightly، الله يعطيكم العافية، يعني لو إنسان ما يستهين بهذا. Research is very important and people look at it seriously. فهذا أول تغيير. التغيير الثاني هذا كلام قديم ذكرنا أنه كان الـ IMG أو الخريجين الأجانب كما ذكرت إذا أو لعل هذا عفوا هذا ليس قديما بل هذا من التغيير الثاني الجديد، بعض الناس يقوم بإنهاء الريزيدنسي في in his own country، يعني هو في أي تخصص إن كان قضى 3 سنوات تدريبية في وطنه الأم. فبعض الناس ينظر أن هذا ربما يعيقه makes him an old graduate، على العكس، وهذا ما يعلمه كثير ممن هم الآن في كلية الطب أو ممن أنهى كلية الطب لا يعلم هذا الطريق. من استمع لفيديوهات إمطار يعلمه، لكن من لم يستمع أنا أعيد التذكير بهذا أن هناك فرصة أخرى متاحة لمن قام بإنهاء برنامج تدريبي نيابي في بلده. فهذا this is a bonus point، هذه نقطة تميز، لأنك عن طريق هذا تستطيع this is the route number two here in IMG if you did a residency in back in home country you can apply for a fellowship. يعني ليس شرطا أبدا ان انت تقوم بالمرور خلال هذا الطريق الاول، طبعا لابد انك تقوم باعداد الباكج، this is a must all of it including step 3 انا كما ذكرت هنا. فهذا التغيير الثاني الذي لا يعلمه الكثيرون. ف anyone who already finished residency in his own home country and finished and prepared all his package including step 3 USMLE he can apply for a non-GME fellowship. فهذا أصبح كذلك اتجاه سائد جدا بين الشباب، خاصة الشباب من مصر وسوريا، كلهم يعلمون هذا، يقول لك انت سويت نيابة ببلادك ماشي الحال سوي فيها fellowship. That is a very short way to get around this kind of tedious and money costing match season.
The data residency in your country, that's very good. Do step 3 in addition to the package and then have a fellowship. For one fellowship or two fellowship or more, then you have one of two routes, either to go to private practice or go back again to residency. فهذه فرصة ليست سيئة أن الإنسان يقول طب أنا سويت residency in my country. والأجل للأسف الشديد كثير من الشباب يضيعون أوقاتهم سوى residency and he is not making use of this. العكس هذه نقطة تميز في صالحك. أنت سويت residency وتستطيع أنك تحصل على جواب أنك قمت بإنهاء برنامج تدريبي في مصر في سوريا في عدن في اليمن في السعودية في أي كان. احصل على هذا الخطاب وسوي step 3 and then apply or look for fellowship. It's easier than going through the first route. Do one fellowship or couple of fellowship, maybe three fellowships, and then you are على الأقل أنت دخلت السيستم الأمريكي, عرفوك في السيستم الأمريكي, سويت research, أصبح عندك papers, أصبح عندك letters of recommendation from US, this is gonna boost your CV a lot. فلو حبيت ترجع وتقدم على residency, إن شاء الله فرصك كتير بتتحسن. أو كما ذكرت ترجع تبقى tenure track position or to manage private practice and go back to SE. Then from this point you have a lot of options. It's a good option. أنا أتمنى أن الناس جميعا يأخذون بهذه النصيحة ويستثمرون home country residency training programs. يعني don't look inferior to it. فلا الإنسان لا يحقر منها بل على العكس هي إن شاء الله في صالحكم. والنقطة الأخيرة وإن كانت ربما يظن البعض أنه لا قيمة لها لكن أنا أحببت أن أذكرها خاصة لمن هم في كلية الطب لم ينهوا كلية الطب بعد ويريد أن يغادر البلاد بسبب ظروف حرب أهلية كما في سوريا أو في غيرها من البلدان. فإذا كنت تريد أن تغادر البلاد في منتصف كلية الطب فهذا معروف وهذا يجوز وهذا طريق ربما يكون كثير من الناس لا يعلمه. ما قيمته سنذكرها إن شاء الله في الشريحة القادمة. You can join a Caribbean medical school وتصبح من خريجي Caribbean schools وليس شرطا في أمريكا اللاتينية لكن هناك يعني كما ذكر الإخوة يجوز مدرسة أو مدرستين في شيكاغو فلهم فروع في الولايات المتحدة. ف you can apply for a Caribbean medical school inside the United States. You are not gonna be a U.S. medical graduate. انتبهوا لهذا. أنت لن تكون خريج U.S. medical school. أنت ستكون خريج Caribbean medical school ولكن لها فرع في الولايات المتحدة. فهذه مزية لأن جميع من يحاضرون لك, جميع من تراهم, جميع من تتعامل معهم أثناء medical school is gonna be American professors. و you're gonna get letters of recommendation from them. فهذه نقطة إيجابية لمن أنهى كلية الطب أو لم ينهي أو عفواً لمن لم ينهي كلية الطب أو أنهاها ولكن قبل أن يحصل على الـ ECFMG certificate. فyou can transfer your medical school to a Caribbean medical school inside the United States. وأظن لها فرع أو فرعان في شيكاغو. فهذه هي المتغيرات بالنسبة للريزيدنسي. يعني كما ذكرت الطريق القديم نعم لكن هناك طرق أخرى يمكنك أن تستفيد منها. IMG سوى نيابة بالبلاد يستطيع أن apply for fellowship وهذا الاتجاه أصبح سائدا جدا. الشباب الآن يأتون ومعهم خبرتهم والresidency training program سووا بالبلاد to do a few fellowships and rejoin a fellowship or do a private practice or they can transfer to a Caribbean medical school. بضعة دقائق عن الكاريبيان ميديكال جراديويشن وأنا قمت بممارسة أحد الجامعات للحصول على معلومات أكثر وإن شاء الله إذا توفر لي شيء أنشره على صفحتي على الفيسبوك. وبعض الناس يرى أنه لا قيمة لها لأنه كلية الطب مثلا في دمشق أو في حلب أو في مصر أو في غيرها لها نفس الوزن والثقل والاعتبار عند الأمريكان وهذا كلام صحيح. يعني الكاريبيان ميديكال سكول ليست أفضل من كلية الطب في دمشق أو في حلب أو في القاهرة أو في الإسكندرية إلى غير هذا فهذا كلام صحيح ولكن أنا أقول هذا من باب فتح فرص لبعض الناس وخاصة أن إذا علمت أن لها مصاريف كثيرة جدا يعني مصاريف الفيز per year is $30,000 to $50,000 فthis is يعني هو ربما باب ليس قويا بقوة الطريقين الآخرين اللذين أنا أريتهم للناس لكن على الأقل هو باب لمن كان من المسيرين عند والدك يستطيع أن يتكفل بهذه المصاريف فإذا أردت أن تنقل المدرسة كلية الطب من بلدك إلى الكاريبيان this is available. فما يحتاجونه دبلومة إذا كنت أنهيت كلية الطب ولكن قبل أن تحصل على الـ USMLE ECFMG certificate إذا حصلت عليها فلا تستطيع أنك تنقل المدرسة من المشرق إلى المغرب لا تستطيع لأنك أصبحت ECFMG certified.
ف if you finished your medical school كل ما مطلوبونه دبلوم and transcripts and they will ask you to repeat some courses maybe a year and a year and a half. أو إذا كنت في منتصف كلية الطب أظنهم ذكروا هذا على موقعهم بعد السنة الثالثة لتكون حصلت على ستيب 1 أظن هذا هو ما اشترطونه. وإن شاء الله إذا توفر لدي معلومات أكثر أفيدكم في هذا. ولكن كما ذكرت بعض الناس يشكك في فعالية هذا الطريق، لماذا يريد IMG أنه ينقل مدرسة أو كلية الطب عنده من بلده إلى الكاريبيان؟ لها مزايا كما ذكرتها، وجودك في الولايات المتحدة، حصولك على letters of recommendation. ففكروا في هذا الطريق بجدية لمن كان من المسيرين لأنها تتطلب مصاريف دراسية. And it's Caribbean universities سواء كانت في الكاريبيان أو في الولايات المتحدة، أظن لها فرع في شيكاغو وفرع أو فرعان في شيكاغو. إن شاء الله إذا توفر لدينا معلومات أو إذا أراد غيري أن يسجل فيديو ليضيف المعلومات فلا بأس. وكما تعودتم residency tips نصائحي المتواضعة لمن التي ربما تخدمكم في التأقلم مع هذه التغيرات الحديثة. لأنه كثير من الشباب يشكو أن كان في الماضي الشاب يحصل على 5 أو 6 مقابلات أو 10 مقابلات ربما أكثر، أصبح الآن إذا صح له مقابلة واحدة أو مقابلتين يعني بيحمد الله عز وجل. ف what should we do? This is the situation. It's getting harder. It's getting tough. A lot of US medical graduates are now competing and they are getting higher scores. فنصايحي build up connections especially from home country، لأن لا تدري لعل أستاذا ما في بلدك يكون له اتصالات هنا، لعله يساعدك في نقل كليتك، لعله يساعدك في الحصول على non-GME fellowship هذا الذي ذكرته الطريق الثاني. إذا كنت أنهيت ريزيدنسي في البلاد وبدك تيجي هون تساوي فيلوشيب، ربما من خلال كونكشنز مع أساتذتك في بلدك يساعدونك في هذا. The scores are very very important. I cannot stress this enough and this is my advice. Actually this is not my pure advice. أنا اكتشفت من إخواني في حلب أنهم يقولون يعني بس step 2 before step 1. So take step 2 before step 1. لأن 30-40% من step 1 questions come from step 2، فلن تستطيع الإجابة عليها فقط بمجرد معلوماتك عن step 1 أو حتى بالfirst aid book. فهذه هي دائما النصيحة التي نصحناها جميعا، take step 2 before step 1. Try to take CS from the first attempt. لأن كما ذكرت يوجد الآن عند هؤلاء نظام الفلترة. إذا إنسان حصل على scores ضعيفة أقل من 220 في step 1 أو step 2 أو لم يعبر الـ CS from the first attempt فهذا لن يعبر الفلتر. Sometimes كما ذكرت home country residency is not bad، لأن من سوى home country residency بالإضافة إلى step 3 وبقية الباكج يستطيع أنه يحصل على non-GME fellowship. Fellowships are very helpful now، يعني هذا ما شاء الله أصبح اتجاه قوي جدا. يعني الشباب الحمد لله عندهم أصبح وعي، أنا فقط أحببت أن أذكر بهذا. فأصبح عندهم وعي بهذا الطريق، سويت home residency home country residency، do a fellowship one or two fellowship in the same kind of subspecialty and then it's up to you. You wanna rejoin the residency program or you can practice, it's up to you. فIt's very helpful now. And medical school transfer يعني لها مزايا كما ذكرتها ولها عيوب، ففكروا في هذا. نصائح عامة، وحتى أجيب على شطر كبير من الأسئلة، أني أعلم أن الشباب كثير متحير في ظل ما تمر به الأمة العربية والمشرق خاصة. فكل إنسان يختار بعناية، يختار الطريق بعناية. أنت أقدر من يعرف مصلحة نفسي وأقدر من يستطيع أن يختار نفسي. كثير من الشباب يسألني كيف أختار، أنا لا أستطيع أن أختار لك، أنا شرحت الطريقين بمنتهى الوضوح والأمانة ووضحت صعوبة هذا وصعوبة هذا الطريق ومزايا كل منهما. طريق الـ USMLE بصفة عامة مكلف ماليا جدا، وفرص التنافس بسبب كما ذكرت في بداية المحاضرة الأولى عن الـ PhD route، the bad economic status and Obama healthcare والbudget cut والGMA والCMS اللي هو الcountry Medicare and Medicaid system، كل هذا الضغط المالي على الأطباء وعدد المحدود من residency training slots in the universities is making the residency match very competitive not compared to any years before. فكل هذه الضغوط تجعل من الحصول الشاب خاصة من المشرق على residency interviews very hard. فلذلك أقول اختر الطريقة بعناية.
لم يعد طريق البي اتش دي كما ذكرت يضمن لك 100% ان تحصل على ريزيدنسي. ولابد ان ينتبه الشباب لهذا، هو يحسن من فرصك نعم لكنه لا يضمن. ولذلك انا المرة الثالثة على التوالي اقول اختار الطريقة بعناية، لا انصح بالماسترز لان لا قيمة لها، الى جانب ان الماسترز لن يعطوك راتبا الا اذا كنت متفوقا، يعني اذا كنت الاول على الفصل او شيء بيعطوك راتب، لكن غير هذا ما راح يعطوك راتب. You don't get paid بالإضافة إلى أنك تدفع مصاريف دراسية. You pay the tuition for master. لذلك أنا الأنصح به لمن كان يفكر يقول طب PhD route is very long, it's minimum of 5 years, why cannot I do masters? You are gonna pay money. You're gonna pay tuition tuitions. They are not gonna give you stipend. فإتس تف. فلا أنصح بهذا. إلا من كانت لديه قدرة مالية. The scores سواء كان الجي ار اي او الاس ام اي are now very important، يعني it is a key element now للاسف، يعني لان كثير من الناس مع الضغط المتزايد وتزايد اعداد المتقدمين للطريقين اصبح يضع معايير، انا اريد جي ار اي سكور above 300 or above 310، انا اريد يو اس ام اي سكورز 250 و سي اس اس فيرست اتمت كما سبق ان ذكرنا. فالسكورز اصبحت هي من لا اقول المعيار الوحيد لكن هي من اهم المعايير الان، والله عز وجل يوفق من يشاء. Research and publication is the second key factor. ويستحب البابليكيشن، هذا مهم جدا، فأرجو من الشباب، ولابد أن الإنسان يدرب نفسه. أنا أعلم أنه لا يوجد هذا متاحا كثيرا في البلاد، لكن على الأقل ابدأ بالتواصل. هناك كثير من الشباب يقومون بعمل meta analysis statistical studies وينشرون، هذا جيد، لا أقول أنه هذا هو المطلوب لكنه بداية موفقة وبداية جيدة. فتعودوا منذ الصغر على هذا، تعود أنك تكتب مانيوسكريبت أو تكتب أبستراكت، هذا يدربك وهذا له فائدة ومردود إن شاء الله. وأخيرا وليس آخرا، think outside US box، يعني ربما ليست الولايات المتحدة هي نهاية المطاف وليست هي الحلم المتفرد أو المفرد، يوجد بلاد غيرها مثل كندا، والهجرة إليها أصبحت سهلة الآن الحمد لله، فتحوا الأبواب للسوريين. فهذا يساعد كثيرا، فلا تغلق تفكيرك فقط على الولايات المتحدة. يوجد كندا، يوجد أوروبا، والنظام الطبي في ألمانيا لمن عرفه سيجده سهلا، يعني لابد أن تتصل بالإخوة هناك، تتصل بالإخوة في ألمانيا وإن شاء الله يدلونك، وسوف تجد الأمر سهلا بكثير، أسهل على بكثير من الولايات المتحدة وكندا لدراسة الطب وممارسة الطب في ألمانيا. ولكن أنصح بالاتصال بالإخوة هناك، هناك جالية كبيرة جدا، جالية سورية كبيرة وما شاء الله عندها ترابط قوي وتلاحم، وأنا للأسف ليس عندي معلومات كثيرة عن هذا، ولكن هي أسهل بكثير من الولايات المتحدة وكندا لمن أراد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. ومن كانت لدي أسئلة أرجو يعني بعد هذه الفيديوهات أن يكون قد اتضح صعوبات كل طريق وتغيراته عما اعتدنا عليه، طبعا سأكون سعيدا أن أجيب على أسئلة، وأرجو أن لا يكون هناك أسئلة إن شاء الله، والله عز وجل يوفق الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.